اخرتها يا عزوز، جوزت بنتك جاسوس لاسرائيل. يا فضحتك يا بنتي وانت لسه ما دخلتيش دنيا. جاسوس ايه يا حماتي؟ جاسوس ايه؟ انتوا ما بتصدقوا؟ ما تقول حاجه يا عمي. عمك انت اللي عمي يا علاء. ايه؟ انا هقول، انا وطنيتي بيتنقح عليا، بتحتم عليا اني ابلغ المخابرات المصريه عشان تشدك من رموشك وتشوف التفاحه اللي في خدودك وتتصرف معاك كما ينبغي. منور يا عمي، يلا بقى عشان تكمل. وانت يا قطر يا حبيبه قلبي، مش عايزه تقولي فيا حاجه؟ يا خساره يا فاطين، بعد 10 سنين دي كلها تطلع خاين وعميل. بليز ممكن اتكلم؟ اتكلمي يا دنكة اتكلمي، يعني هي هتقف عليك انت؟ ما هي كده كده خربانه. اتكلمي. انا جاي مصر عشان اقدم بحث عن حقوق انسان وحقوق مراه. عارف يا ميشو، انا من اول ما جيت مصر وانا كان نفسي اجي اكل جيلاتي في المحل ده. ده بيقولوا زمان كانوا كل الممثلين بييجوا هنا، عماد حمدي وفاتن حمامه، صلاح ذو الفقار وشادية وكل الحبيبه. ما كنتش عارفه ان ربنا كاتب لي الفرحه كلها في ليله واحده. ده كله يا دنيا عشان هتاكلي جيلاتي، وبعدين وطي صوتك شويه، الناس تتفرج علينا. طب ما يتفرجوا علينا. اجل يا كريم، تخليهم يتفرجوا علينا على طول كده واحنا مبسوطين. يا عم يا عم ايه انت بتوقفي الميكروباص؟ خد يا بركه. اي خدمه؟ لو سمحت احنا عايزين اتنين جيلاتي. جيلاتي ايس كريم؟ يعني جيلاتي ايس كريم، المهم بيكون يعني من الغالي. وما تخافش احنا معانا فلوس وهندفع. يا دنيا مش ايه، هات لنا يا ابني اي اتنين اي حاجه. هو ايه اي حاجه يا مشو؟ لا ما ينفعش كده، هو يقول لنا كل اللي عنده واحنا ننقي. ايه اللي عندك؟ في فانيليا، شوكليت، ستروبري. بس بس انت تقعد تقول لنا بالانجليزي، انت شايفنا اتنين خواجات؟ هو ايس كريم ومن الغالي ويكون ساقع. ساقع؟ حاضر. يلا يا اخويا، انت تفضل واقف مساهم لنا كده، عايزين نعيش اللحظه، احنا مصدقنا. يلا اتطرق. يلا. ازيك يا ميشو؟ انا كويس، انت كويسه؟ قوي. هو في حد يشوفك وما يتبسطش؟ قول لي بقى، ايه رايك في شعري وفي الفستان؟ زي القمر. طب ما انا عارفه. ربنا يكبر بخاطرك، انت اللي قمر. عارف انا كنت عجان لو ما شفتكش النهارده بالششوار ده. الا قول لي صحيح، انت ايه اللي وداك عند ابوي؟ كنت بطمن عليه وعليك، وبعدين انا مش وعدته ان اجيله؟ ده تلاقيه فرح قوي عشان انت دخلت قلبه على طول. ايس كريم يا فندم. خلاص يا اخويا، عرفنا ان هو ايس كريم، المهم يكون. بس بقى يا دنيا، المهم يكون ساقع. لازم تكوني بسوسه، حبك ليه باين في وسك على طول. اضحكله على طول يعني؟ نو نو، مش على طول على طول، واخده واخده. لازم اهتمي بنفسك، مستنسي انك وومن. شكلك يكون جميل، هاتي بيرفيوم. ويت، دي هديه هيعجبه كتير. متشكره يا اختي. يا قطر انت مجرشه فين؟ ده فاطين بينده عليا. اوكي جو، ومش انسى هكون رومانسيه. يس. يلا بقى يا قطر، فلتت البيضه دي بقى، خلينا نخلص. حاضر، جايه يا فاطين، جايه. نار رومانتك قطر، رومانتك. حاضر حاضر يا حبيبي، جايه اهو. فيري جود. يلا بقى يا دنكه يا حبيبتي عشان تتعشي. What are you doing؟ كده غلط. هو ايه يا اختي اللي غلط؟ مش ينفع ادخل من غير استاذن. استاذن في بيتي؟ يا دي النيله. طب يلا يا اختي كلي. ايه كل ده جاليه؟ سرق كله كل معايا؟ ده عشاكي يا اختي، لقمه تقوتك. لقمه لقمه واخد بس جاليه، مش كل ده. انا انسان مش حيوان. هي واقعه مهببه يا خانك، انا عارفه. وات؟ انت كل ايه؟ لا لا لا، ما بقولش حاجه يا حبيبتي، ده بكح. ميشو، عارف انا كنت ليه ماسكه في دراعك وفرحانه قوي كده؟ ليه؟ عشان كنت خايفه الفرحه تطير مني وما الحقهاش. اصل الفرحه بتطيب الجرح قوي يا ميشو، وانا من زمان ما فرحتش قوي كده. انت ابوك خايف عليكي مني يا دنيا، هو معاه حق، اللي زيي لازم تخاف منه. ابويا طيب وغلبان قوي يا ميشو. كلنا غلابه يا دنيا. طب قولي انت قلت له ايه؟ قلت له ما تخافش على دنيا علشان هي بنت جدعه. جدعه وبس. وحلوه. طب امسك. ايه ده؟ دي فلوس اديتاني اسماء هاني، ربنا يشفيها يا رب. الست اللي بروح اديها الحقنه كل يومين عشان مريضه بالقلب. طب وديتك الفلوس دي ليه؟ قالت لي عشان تساعدي بيهم ابن الحلال. وانا بقى ابن الحلال؟ هو في غيرك يا ميشو؟
دنيا انت ما فكرتيش ان ممكن اكون بضحك عليكي؟ حتى لو بتضحك عليا يبقى انا اللي استاهل عشان بمشي ورا قلبي، بس لعلمك انا قلبي عمر ما ضحك عليا. طب وقلبك بقى ده قال لك ايه؟ قال لي ان انت ابن الحلال. امسك بقى يا ريشة. خلي فلوسك معاك يا دنيا يمكن تنفعك، وانا لو هنفعك هقول لك. لسه ما وصلتش اللي انا عايزه. وايه اللي انت عايزه يا ميشو؟ اسمع كلامي، انا كل اللي عايزاه حد يحبني واحبه واعيش معاه على اللقمه الحاف وخلاص. يبقى مش انا يا دنيا، انا ما ينفعكيش يا بنت الناس. ما ينفعش اربطك في مركب لسه تايه في وسط البحر ما وصلش البر. يا ميشو اربطني واللي مكتوب لي هشوف. ولما المركب تغرق يبقى شلت ذنبك وذنب ابوك اللي مش عايز يميل بختك مره تانيه. بختي معاك انت يا ميشو. يبقى لما اوصل اللي انا عايزه. خلاص هستناك. ممكن تستني كتير. طب وايه يعني؟ وانا كان ورايا حاجه. طب يلا بينا بقى عشان اروحك. بس انا مش عايزه اروح، انا اول مره يبقى نفسي افضل في الشارع كده لحد الصبح. يلا يا بتاعت الجيلات السيف. في انتوا مين وعايزين منه ايه؟ تيجي معانا بالزو ولا لا 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 نزل البتاع ده. روحي انت يا دنيا وخلي بالك من نفسك. اروح ايه يا ميشو؟ مين دول يا ميشو؟ بقول لك روحي وانا اطمنك. كل يا حبيبي بالهنا والشفا. الله، هاتي بقى تفاح، انا اكلت موز كتير. حاضر يا حبيبي. تسلم ايدك يا قطر يا حبيبتي. انت عارفه يا قطر، احنا النهارده بس اقدر اقول اننا اتجوزنا يا حبيبي. احنا حياتنا بعد كده كلها هتبقى كده، تبقى حياه مليانه سعاده وحب فحب. الله. ايه الحنيه والرومانسيه دي يا قطر؟ انت كنت بتتفرجي على مسلسلات تركي النهارده؟ لا يا حبيبي، انا بحبك كده من غير ما اتفرج على اي حاجه. الله. طب بقول لك ايه بقى يا قطر، ايه رايك بقى واحنا في الحاله الرومانسيه الجميله دي ننام، ها، علشان تبقى ليلتنا تبقى ولا الف ليله وليله. ايه في ايه مالك يا بت؟ في ايه؟ انت اتكهربتي ولا ايه؟ بوب بوب بوب. ايه عضيت لسانك؟ لا مش هبص ورايا الا لما تقولي الاول. فار فار، مش انا ده الكبير قوي يا فطين؟ راجل يعني، هو فين ده؟ وراك ورايا. مين اللي كان معاك وانت بتهرب عند صفوت نصار؟ فوزي التركي مش كده؟ فوزي ملوش فيها بقى. بس الرجاله قالوا لي انكم كنتوا اتنين. واحد تاني كان معايا غير التركي. لا رجوله قالوا، بس برضه هنموت. المره الاولانيه عدت، بس المره دي لا. البيت فرنساوي فاخر. يا فوزي، مش عايز تنقذ صاحبك وتقول انك كنت معاه؟ مش تركي ملهوش فيه يا باشا. لا قلبك جامد كمان. قلت لي بقى، انت تعرف صفوة نصار منين؟ عارفها قديم يا باشا. اه طبعا، ما هو الزباله ما يعرفش غير الاشكال الزباله. زباله يا باشا هو اللي بيتحمى في الحريم. اه واضح انك مستعجل على موتك. من بدري، من زمان قوي وانا مستني، بس هو اللي ما بيجيش. وانا هدوقه لك.
لحد ما تشوف. النار لما تاكل في جتتك حته حته وانا بتفرج عليك لانك تستحق الفرجه. اللي قلبه جامد الناس تحب تتفرج عليه وهو بيموت. سماح المره دي عنتر باشا، خليها عندي انا دي. والخسائر اللي خسرتها هيردها ومن صفوة نصار يا باشا. واللي زي ده يتضمن ازاي؟ انا اضمنه يا باشا. قلت ايه يا ميشو؟ الخسارة هتترد ومن صفوة نصار وقت ما احنا نقولك. ما انت عارف المصلحة هي اللي بتحكم، انما دلوقتي خليك مع صفوة نصار زي ما انت. انت عنده حتة الماظ واحنا عايزينك الماظة لغاية لما نقولك. قلت ايه يا ميشو؟ باشا يا باشا. والخاين التاني ده هنعمل فيه ايه؟ لا 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 يا باشا، فوزي التركي ما كانش معاه خالص، اللي كان معاه واحد اسمه كابو وخلع من البلد كلها. هنعمل ايه؟ المصلحة هي اللي بتحكم، وانا قلت لك 100 مرة يا ميشو خليك معايا وانت تكسب. بس معلش انا مسامح يا ميشو. واللي سامح كريم يا باشا. وانت 25 باكو نفعوا ولا ما نفعوش؟ نفعوا الا نفعوا يا باشا، ده انت حبيبي. طب يلا استنوني عند العربية عشان هوصلكم. يلا هذا يا باشا، ربنا يخليك. يا باشا العيال دي هي اللي تلعب بيها لو عايز توصل لصفوة نصار. مصلحتك معاه هو مش مع دول. بس صفوة نصار نبو ازرق ما يتضمنش. ما عشان كده يا باشا لازم يكون لك عنده عين عليه. خليك مع زياد الخولي وانت تكسب. ها هتعمل ايه؟ وناوي على ايه؟ هنلعب يا ترك والمصلحه تحكم يا صاحبي زي ما قال زياد. بس خلي بالك المصلحه كده كبرت قوي ووسعت قوي يا حاوي. علشان كده لازم نبقى قدها يا ترك، لازم يبقى لنا عزوة عشان نقدر نطح الكبار اللي مربطيننا بحبلهم، يفكوها وقت ما يعوزوا ويشدونا منها لما يلاقونا هنكبر. قلبي مش بتطمن وحاسس كده ان الموت بيشمشن حوالينا. ابوس ايدك يا حاوي، مش عايز اموت يا صاحبي. ما تخافش من الموت يا تركي طول ما انت حي، عشان الموت لما هيجيلك مش هتبقى موجود. ايه؟ هيكون بيدور على غيرك. ده بعد اذنك انا كنت عايز اسال، الناس اللي خدوني من العربيه غصب عني دول مين الناس دي؟ انا عارف ان الموقف كان صعب بس لازم تنسيه، ووعدك انه مش هيتكرر تاني. ايوه يا داد، بس ليه هم عملوا كده؟ كل الناجحين ليهم اعداء، وانت عارفه باباكي ناجح قد ايه. بس اللي عملوا كده هينالوا عقابهم وقريب. ايوه يا داد اوكي، بس ليه هم عملوا معايا انا كده؟ هم كانوا عايزيني اعمل حاجه غلط وخالف ضميري. يرضيكي باباكي يعمل حاجه غلط؟ لا طبعا يا داد. انت بتكنسل في وشي يا ميشو؟ طب ومقام سيدي الغريب لازلنا عليك زن الست المصرية الأصيلة. ألو؟ أيوة يا ميشو، عامل إيه؟ انت بخير؟ قولي انت فين؟ أنا كويسة، روحت من بدري طبعا. طب بقولك إيه؟ أنا عايز أشوفك بكرة، هخلص المستشفى واجيلك على طول، اتفقنا خلاص؟ طيب طيب هقفل اهو. الله، يعني هو ده جزائي يا ميشو ان انا عايزه اطمن عليك؟ طب والله ده انت وحشتني قوي، وانا ما نمتش كل ده عشان كنت قلقانه عليك طول الليل. حاضر حاضر هقفل اهو، بس بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك. مع السلامه. لا اله الا الله. ميشو استنى. قفل.
مع اني ما رغبتش في ودانه خالص. كل يا دناي، كل يا نور عين، انت نايم من غير عشا. كل يا حبة عيني، كل يا دنايا، كله من خير ابوكي وامك. حاضر يا ماما، انا باكل اهو. منوره يا حماتي. الله ينور عليك يا عينيا. يا سلام، الفرحه بتبظ من وشك. مبروك يا قطر يا بنتي، سيبك من امك وكلام امك، انت منوراني وماليه عليا البيت. بجد يا طنط؟ طنط ايه يا بنت؟ قولي لي يا ماما غاليه. حاضر يا ماما غاليه. ايوه يا حبيبتي ايوه، ابلي في البيت وخديها في عبك. ماما هي انا، فاهمه ولا لا؟ يا حماتي ده انت الخير والبركه كلها. ايه حماتي اللي ماسكه بقك على طول دي لبانه؟ حماتي حماتي ايه؟ الله، امال عايزين اقول لك ايه حماتي؟ تقولي يا شهر هانم ولا اقول لك يا شهر مايو احسن؟ حلوه حلوه الله صوتي الحلوه. عزوز وحشه يا حماتي، يا حماتي ده انا بهزر معاك، انت زعلت ولا ايه؟ انا محدش يقدر يزعلني يا اخوي، بس المهم عندي انك ما تزعلش بنتي وتحطها جوه عينيه. حاضر يا حماتي. يا قمر، قطر دي يا سلام، حد يقدر يزعل قطر؟ دي قطر دي الهنا كله، دي وش السعد كله، دي قدم الخير علينا كلنا ان شاء الله. طيب يلا بتخبط. طيب هو كله مستعجل النهارده ليه؟ كل يا دنايا كل. طيب طيب طيب، الحقي يا ست غاليه الحقي. مالك يا واجب بسكليت ومالك مشروع كده ليه؟ الاستاذ فاطين فين؟ انا هنا اهو يا بسكليت، تعال تعال. في ايه؟ الارض البحريه بتاعتكم. مالها يا واد؟ وقعت على بنتك. شايف الحفر واللودر شغالين فيها؟ دول كمان بيبنوا فيها سور. ادم البقلاوه اشتغل. ما تعرفش مين يا بسكليت؟ تبص لي هنا، ما تعرفش مين؟ بيقولوا الشركه الجديده دي اللي عامله المشروع السياحي، حاجه كده اسمها المنتجع. على اساس ان الارض مالها صاحب، هتعمل ايه يا فاطين؟ ما تقلقيش يا امي، ما تقلقيش، ده انا هفرجهم. البلد دي فيها قانون. وقف وقف انت وهو في حاله تلبس. في حاجه حضرتك؟ ايوه يا اخويا، في الارض اللي انتوا احتلتوها دي ارضي وارض ابويا. استني يا اما، انت حضرتك المسؤول عن هنا؟ ها، اوعى تنكر او اوعى تحاول الهروب. ايوه انا المهندس المسؤول. على العموم انا باشمهندس صورت كل اللي بيحصل، وده قانونا تعدي على ارض الغير، ولغايه دلوقتي انا بتكلم بالذوق. في ظرف 3 دقايق تلم قلاضيشك وتخلعه. نخلع؟ ايوه يا اخويا تخلعه، احنا معانا ورق رسمي وحجه الارض. بره بره، ما حدش يقرب من ابني. اوعى حد يقرب. ازيك يا فطين؟ ازيك يا ريس زرغام؟ حبيبي حبيبي، الحمد لله يا اما النجده جت من السما. ازيك يا ريس؟ خير يا فطين، في حاجه ولا ايه؟ ده فيه وفيه وفيه شويه الهليبه دول يا ريس درغام يا حبيبي، قال ايه حطوا ايديهم على الارض وعايزين يعملوا منتجع. ايوه، ما انا عندي خلفيه عن المشروع ده. الحمد لله يا ريس درغام ان انت عندك خلفيه. انا عايزك بقى انت والجحش والحمار وباقي الحيوانات اللي معاك، عايزكم تعلموهم الادب وتكرشوهم من ارض امي وجدودي وجدات المصريين. انت ما تضايقش نفسك ولا تنرفز نفسك خالص يا صفاطين، انت بس المهم تاخد مامتك وتوكل عليها من هنا. خايف علينا ياما من الدم اللي هيطرطش. ما تحطش في نفسيتك انت بس يا ريس درغام، شوف انت شغلك انت والرجاله وما تقلقش، احنا قلبنا حديد. خد امك وغور من هنا يا فاطين. بقول لك صحاب المشروع دول مديين لي فلوس عشان اللي يجي هنا اقطع رجله. يا ليلى يا ليلى سودا. هي فعلا ياما ليلى سودا، انت شرفك، بس هتبقى ليلى سودا على دماغك وعلى دماغ اللي اتشدد لك. الصاروخ بكام يا درغام؟ بقول لك خد امك وغور من هنا. انا مش ياه ومش هغور، وانا وامي قاعدين هنا في الارض، واي واحد هيحط رجله على شبر واحد من ارض امي وجدودي وجدات المصريات انا هعلقه يا درغام. نزلوني، الحقوني، الحقيني يا اما. تحس ان هيطير ويختفي كده. ابو سيدك يا ريس درغام، ابني هيروح مني. نزلوني نزلوني نزلوني، ابو سيدك يا ريس درغام، نزلني نزلني، ده انا طلعت لك الحمار براءة. نزلوني، ده ينغل بده ربي، الحقيني ياما الحقيني ياما. طب يا مفاطين عشان خاطري انا هنزلهولك بس بشرط.
عمر تاخديه من هنا وتمشي على طول، واوعى ينزل على سكة العربيات. حاضر يا اخوي، هنمشي يا اخوي. الحقوني الحقوني. انا اتعلق يا حضرة الضابط، وفين؟ في أرض أمي وجدودي وأجداد المصريين. يهدى بقى يا أستاذ فطين. أنا مهداش يا حضرة الضابط، فرحي باظ علشان القانون يتنفذ وتقبضوا على حماة البلطجة درغام وأعوانه، وما تقبضش عليهم. هيتقبض عليهم بس في الوقت المناسب. أي كلام بنسمعه، أي كلام في الفاصوليا. معلش يا ابني معلش، ربنا على المفتري. الليمون الساقع لأسقع ناس، قصدي الأحسن ناس. اتفضلي يا ست غالية. اتفضل يا استاذ فطين، اشرب وروق دمك كده، هدي اعصابك. ها انا لو منك تقدر لهم بلطجيه زي ما بلطجوا عليك، ما هي البلد ما بتمشيش غير كده. ايه ده انت بتتكلم ليه يا عسكري؟ اطلع بره يلا. حاضر ماشي. خد تعالى هنا يلا. في الاول قلت لك عليها مفيش بن حضرتك. طب خلاص هات لي شاي. مفيش شاي حضرتك. خلاص امشي اطلع بره. ماشي حضرتك ماشي. وقال عنده حق، جاب من الاخر يا اخويا. قوم بينا نأجر بلطجيه نرجع عند امك. تقومي فين بس يا ست غاليه؟ اهدي لو سمحت. ايوه يا امه، انا لو عايز بلطجه بقى كنت فرجتهم الشقاوه والصياعه اللي محدش يفهمها غير العيال المخلصه. وما وريتهمش ليه لما علقوك يا ضنايا؟ يا امه ما هم خدوني على اخوانا واتكتروا عليا يا امه، والكتره تغلب الشجاعه. وهتعمل ايه بقى في اللي اتكتروا عليك يا ضنايا؟ انا همشي شرع يا امه، وحقك هيرجع لك بس بقوة القانون. هو ده الكلام يا أستاذ فطين؟ ما ده الكلام اللي أنا لسه قايله. أنا بأكد عليه بس يا سيدي، أنا عملت محضر بالواقعة وأثبتت فيه حجة الأرض، وبعت للمسؤولين عن الشركة القايمة بالمشروع عشان أخد أقوالهم، وفي النيابة الموضوع هيتحل إن شاء الله يا جماعة. أما نشوف. يلا بقى يما نروح نشوف العروسة أم أدم بقلاوة اللي قاعدة ومبرطشة في البيت، ونشوف آخرتها معانا إيه. يا ساتر، صباح الخير يا عم فتحي. صباح الفل يا ميش. ازيك يا عمي؟ اقعد. ايه خير؟ قلت لي تعالى كده بسرعه، يعني في ايه الحكايه؟ يا اخي اشرب الشاي الاول كده وخد نفسك وبعدين قول لي ايه الحكايه. يا دنيا يا بنت فتحي. ايوه يا بابا. شاي حبيبي. تسلم ايديك. انت جيت يا ميشو؟ يا بابا انا لسه ما خلصتش. الله، بقى في ايه يا عم فتحي؟ ما ترسيني يا ابني. مش انت كنت عايز تاخد الاوضه دي؟ وطلبتها منك. وانا كلمت صاحب العماره ووافق وادانا المفتاح يا سيدي. وطلب فيها كام؟ لما تشوفها الاول وتعجبك ايه بنزل اتفق معاه، وهو قال لي هيريحك على الاخر. عجبتني يا عم فتحي، كفايه انها من وشك، وكفايه ان انتوا هتبقوا اهلي وجيراني. هو انا يا ابني لو ما بعتبركش زي ابني كنت صدرت لك؟ قوم يا ابني شوف الاوضه. قوم الدنيا من صباحيه ربنا قعدت روق لك فيها، ونزلت جابت لك سرير ودولاب صغير. مش صغير قوي يا بابا، ومرتبه سفنج مضغوط وملايات قطن من المحل، وفوت بقى انما ايه عشان خاطر تستحمى كتير. خلاص خلاص ابلع ريق شويه، استحمى ايه؟ بالاذن عم فتحي. اتفضل يا حبيبي. اتفضل ادخل برجلك اليمين. تسلم بديك. ليه بقى اللي انت عامله بقى ده كل الدنيا؟ ايه رايك بقى في الاوضه؟ بقولك ايه، انا مش داخل الاوضه دي تاني، ولا هتشوفي وشي قبل ما تقولي انت دفعت كام في الليله دي كلها. ما اشوفش وشك تاني؟ طب ده تغور الاوضه في 60 داهيه. لا يا ميشو، ده انا كنت هموت كده، وحياه المصحف هموت كده. دفعت كام يا دنيا؟ هجمعهم واقول. ماشي طيب، اسيبك انا بقى تتفرج على الاوضه براحتك، وخلص وتعالى اشرب معانا الشاي بره، وانا هخرج احسن ابويا استعواني. دنيا. ايوه يا ميشو. على فكره انت بنت جدعه، رجوله كمان. جدعه رجوله لا. ماشي ماشي. انا اللي جايبه لك على فكره. يعني وكيل النيابة يا فاطين هيرجع لنا الأرض؟ إن شاء الله ياما، لما هيطلع على الأوراق الرسمية اللي أنا جايبها له هنا في الشنطة دي، ساعتها بقى هيؤمر الجهة التنفيذية إنهم يسلمونا الأرض. بس أنا قسماً عظماً من يسكت، أقسم بالله العظيم ده أنا هبهدلهم بهدلة ياما، ده أنا همرمطهم مرمطة. ما أنت عارفة فاطين، ما تاخد ياما بقسماطة كده تسلي فيها. ربنا يعديها على خير يا فاطين يا ابني. استاذ سعيد، ازاي حضرتك يا دكتور؟
دكتور سعيد، حضرتك مش فاكرني؟ انت مين؟ انت مين؟ ماشي عديها لك. انا يا سيدي فطين علي حسين الجرحي. ها الاسم ده ما بيفكركش بحاجة يا دكتور؟ فطين؟ لا ما بيفكرنيش. لا بيفكرك يا دكتور، بيفكرك، بس حضرتك يعني اللي مكسوف شوية علشان امي موجودة، انا اصل تتحرج منها. الدكتور القط ياما المحامي الكبير كان دكتور عندي ايام ما كنت بدرس قانون في الجامعة. اهلا وسهلا يا اخويا. تاكل بقسماط؟ دي له بقسماطة يا فطين. حاضر. تاخد بقسماطايا موحوحة لسه طالعة من الفرن يا دكتور؟ لا متشكر. طيب انزل اجيب لك قرصة بعجوة؟ قلت متشكر. قلت متشكر، ماشي. الدكتور سعيد القط يا امي كان رائد الاتحاد ساعة ما رفعت قضية على رئيس الجامعة علشان تزوير الانتخابات بتاعت اتحاد الطلبة، وساعتها هو اترافع عن رئيس الجامعة وانا اللي كسبت القضية. فاكر يا دكتور ساعتها كتبوا منشط كبير كده في مجلة الحائط للجامعة، الطالب فطين علي حسين الجرحي يتفوق على الدكتور القط ويخربشه. مدام كان رائد بوليس كلمه يا فطين، يمكن يشوف لنا حل ويحلها. يا امي مش رائد بوليس، رائد الاتحاد. الاتحاد الاولمبي؟ والله انا كان قلبي حاسس شكله واصل. بقول لك ايه يا فطين، كلمه، ارض امك هتروح. حاضر حاضر ياما هكلمه، ده يعرفني كويس كده. بصي بصي، من فضل حضرتك يا دكتور، يعني ما فيهاش يعني اساءة ادب مني، ممكن اطلب من حضرتك خدمة صغنططة؟ خدمة ايه؟ ارض امي يا دكتور تم الاستيلاء عليها عنوة وغصب وقهر من ناس اقل حاجة تقال عليهم انهم مافيا جديدة للفساد والتسيب اللي موجود في البلد دي. غالية صابر ايوب. ايوة يا ابني. بعد اذن بقى حضرتك يا دكتور، يعني اخلص مع سيادة وكيل النيابة وبعدين اطلع اكمل لحضرتك اللي عملوه السفلة المنحطين. ما تاخد بقسماطك. وانني من مكاني هذا اطالب عدالتكم بتطبيق القانون على هؤلاء السفلة والاوغاد، واطالب حضرتك بمصادرة وجه الرفع اللي رفعني قدام الناس كلها وقعدوا يضحكوا عليا سخرية مني. اتفضل يا استاذ فطين، احنا باسم المحكمة دلوقتي. حضرتك اللي حصل فيا مش قليل. اتفضل. قولي لي يا ست غالية، الأرض دي بتاعتك؟ أيوة حضرتك بتاعتها، أقسم بالله العظيم وحياة النعمة دي على عناية إله إن شاء الله بتاعتنا. ثواني يا أستاذ فطين، اتفضلي يا ست غالية. أرضي يا أستاذ ورثها من أبويا صابر، وأبويا صابر ورثها من جدي أيوب. والأرض دي مساحتها كام يا ست غالية؟ 3 فدادين ونص يا أستاذ. وبما أن الفدان يساوي 24 إيراد تبقى المساحة الكلية للأرض 84 إيراد، وبما أن الإيراد يساوي 24 سهم تبقى المساحة الكلية 2016 سهم، وبما أن السهم يساوي 7.293 قصبة تبقى المساحة الكلية للأرض 14,702,688 قصبة، وإذا افترضنا أن القصبة تساوي. كفاية لحد كده يا أستاذ فطين، اتفضل اقعد. معاكي ما يثبت يا ست غالية؟ أيوة طبعا يا أستاذ، حجة الأرض اهي وموثقة حضرتك يا فندم. وحيث أنني مفهوم يا أستاذ فطين، اتفضل اقعد. والأرض دي بقى زراعية يا ست غالية؟ كانت يا بيه، كانت أعفى أرض في زمان مصر كلها، وكان جدي وأبويا بيزرعوها قطن طويل التيلة وقمح، وكان خيرها بيفيد علينا وعلى البلاد اللي حوالينا. جم بقى اللي خدوا خيرها وما سابوش فيها غير السوس بينقر فيها. يعني من الاخر ارض بور؟ لا بس ان شاء الله مش هتبقى بور، ان شاء الله هنرجعها احسن من الاول، بس نخلص الاول من الغربان اللي ما خلوش فيها اخضر ولا يابس. وانني من مكاني هذا. اتفضل اقعد يا استاذ فطين. دخلي مندوب الشركه. صباح خير يا فندم. صباح النور. استاذ دكتور سعيد القط المحامي، انا المحامي الخاص للسيد صفوت نصار صاحب مشروع جزيره الورد. بركه يا استاذ النجيت، بركه النجيت. بركه مين يا امه؟ ده معاهم وشكله جاي ينتقم مني. ده ايه الغلب ده يا ربي؟